على غفلة وبسرع جدا في المشي. الظاهر اني خفيت بعد ما صحيت من تالت غفوة ونزلت بجري على الميعاد. ده انا حتى ملحقتش اصلي روتين اليوم المتعاد باللمة الكدابة بصحاب السوق، وقطر اليوم خدني وبيسوق، لا في يوم وقفني ولا قال لي استنى الحق لك حسنة او بيت في الجنة. ما هو اصل الزحمة وتوابير اللحمة عمرها ما تقول انزل لحظة وطلع لله. ما هو اصل الراكب في المعاناة عمره ما ينزل بعد ما لقاله مكان جوه، يتشعلق فيه لحد ما يوصل وينوب الغاية. وسريعا ينسى المتشحطط تحته بعصاية، والوهلة تهزت خطواتي بنهار اليوم اللي تشقلب لسواد الليل والطير اللي سمعت صوته علينا. كملت السيرة لطريقي وكأن اللي شاهدته كان مشهد تهريجي، وبسرع اكتر للإلحاق بمعاد لمحطة اخترت هتيجي. في اصحاب السو هيجيبوا بنات القعدة هتحلو، ودخان الشيشة هيتصادر مع ريح الجو، ويا ليلة في مرة وهتفوتي في الواقع. في الواقع كنت بسارع للإلحاق بمعاد موتي، مش قادر أكمل سير، مش قادر أعلي صوتي، أو كل ما أعلي الصوت يطلع دخان. وفي وسط ما بطوي لحياتي اتسطر رجا فيه من الإحسان، راجل هيئته توحي إنه حزين، شكله يقول عدى السبعين. استرجيته ياخد يدي، قال لي بصوت الرزين انا عملك المدير. زي ما انت شايف انا واحد ضعيف، مش هقدر اخد ايديك. يا ما الدنيا كانت تاخدك وما صعبتش في مرة عليك. حاولت اطلب لمالي، حاولت اسرد جمالي، يمكن يكون فعلا كابوس. اتفزعت من اعتمادي في كل دقيقة على الفلوس، وانا بصرخ وانادي حد يلقني الشهادة، حد يعلمني القيادة في وجود الاجانب. ازاي اسوق عصرات وانا اجبن من الارانب؟ كان يمكن اتغير لو عشت تاني كتير، كان يمكن اتراجع لو كنت بفهم طير. ده انا لسه حتى شباب، ما فهمتش التقصير، ما لحقتش اتهنى. كان نفسي يكون الموت فاهم لما نقول بستنى.